تم القبض بالأمس على فكري الهواري، وهو شقيق رجل الأعمال المصري محمد الهواري والذراع اليمنى له، وهو مدير سلسلة أسواق هايبر ون الشهيرة ورئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد. ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه إثر تداول مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية له فيها إساءة لبعض ضباط الشرطة. وأشار فكري الهواري في حديثه أن مؤسسات الدولة شرطة ونيابة وقضاء طوع يديه. وبمواجهته قال أن مقاطع الفيديو تم قصها والتلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، وإنه تم تسجيلها خلسة بمعرفة شخص كان له علاقة صداقة به، وحدثت خلافات بينهما بسبب التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد. وأثبتت التحريات أن المتهم ادعى كذبا أنه تربطه علاقة ببعض المسؤولين في جهات سيادية في الدولة، وجميعا يساندونه ويدعمونه ولا يرفضون له طلبا، ومن خلالهم يمكنه أن يفعل أي شيء دون أن يردعه أحد. والجدير بالذكر أن فكر الهواري هو عم كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب. وشهدت محكمة جنايات الجيزة يوم السبت الماضي أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 5 فبراير. وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه الكوكايين المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت 4 منهم 3 أطفال. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادة سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة دون مراعاة المسافة بينه وبين سيارات المجني عليهم، فصدمهما من الخلف مطيحا بها فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل.